أعزائنا مشاهدين أخبار اليوم، معانا اليوم فنان اتكتبت شهادة ميلاده من ميدان التحرير، واتكتبت شهادة ميلاد كفنان مع ميلاد الثورة المصرية. فنان الثورة اللي أطلقوا عليه مطرب الثورة المصرية، الفنان الشاب رامي عصام. أهلا وسهلا بك. ازيك يا مصطفى؟ رامي، كلمنا عن أغنية اتحكي يا ثورة والجحش قال الحمار وعيش حرية كرامة إنسانية وأغاني كتير مثلت الثورة، والشباب شايفين الثورة فيك، يعني شايفينك أنت اللي بتمثل الثورة من خلال أغاني الثورة. كلمنا إزاي بدأت في ميدان التحرير وإزاي طلعت على المنصات وأثبتت للناس والناس حسيتك. أولا شكرا كما أنت قلته، موضوع كده كبير قوي عليا، بس يعني اتمنى ان انا اكون فعلا الاغاني بتاعتي قدرت تلعب دور كويس طول السنه اللي فاتت. الموضوع بالنسبه لي في البدايه ما كانش ليه اي ترتيب، انا اصلا من المنصوره ونزلت في الثوره في البدايه بالذات يوم 28 في المنصوره و29 و30، واول يوم ليا هنا في ميدان التحرير كان 31، وما كنتش جاي على سنة انا اغني وما كانش في منصات. واللي شجعني على ان انا اجيب الجيتار كان شادي اخويا واصحابي ومحمد عبد الفتاح صاحبي، هما اللي شجعوني على ده عشان هما عارفين ان انا كان عندي اغاني من قبل الثوره حوالي 3 سنين بحاول اغنيها، زي الجحش والحمار وزي طاطي طاطي والمواطن نقط نقط. في البدايه جيت وكنت بقعد في الشارع هنا على الرصيف اغني مع الناس، وبعد يوم بالظبط عدى لقيت في منصه اتوجدت في الميدان، ولما طلعت عليها بدات اغني حسيت ان في تجاوب كويس قوي. انا نفسي استغربته، انا كنت متخيل ان اللي هيسمعوني ويفهموني الجيل اللي قدي، لان انا بقدم فن مختلف شويه. اولا بلعب جيتار مش عود، وده اغرب شويه على الشارع المصري بالذات الشارع الغلبان، وده كان اغلب الناس الموجوده. وبغني اغاني بطريقه غربيه الى حد ما، فالمفاجئ بالنسبه لي ان انا لقيت ناس الغلابه والفقراء وناس كبار في السن بيتجاوبوا معايا وحابين اللي انا بقوله، وده كان حاجه حلوه جدا بالنسبه لي حصلت لي في البدايه. ما اعرفش الموضوع ابتدى تدريجيا في ال 18 يوم، يمكن بسبب ان الناس حست ان انا ما كنتش مغني جاي بغني وخلاص، انا كنت معتصم، كنت سائر قبل ما اكون مغني، كنت متظاهر قبل ما اكون مغني، وكنت مشترك في موقعة الجمل واتصبت اصابتين، ولما كنت بطلع على المسرح اغني وانا راسي مربوطه وبقي مربوط. مشترك في موقعة الجمل عشان الناس ما تفهمش غلط، انت كنت احد ضحايا موقعة الجمل مش مشترك في موقعة الجمل. مشترك لازم اللي حضروها، يعني كنت احد الضحايا. فيمكن لما وقفت على الستيج وغنيت وانا مربوط والمتظاهرين كلهم كانوا مربوطين، ده حسسهم في الايام دي ان انا مش واحد جاي يغني ويمشي، ده انا متظاهر. والحمد لله صدقوني، وحصل من بعد كده حاجات كتير قوي. بقى لنا سنه بحاول على قد ما اقدر كل ما يكون في حدث جديد في الشارع اعبر عنه باغنيه، ودينا عدى علينا سنه وبنكمل. رامي، النهارده عدى سنه مرور عام كامل على ثوره 25 يناير. اعتقد انه زي ما هو عيد الثوره المصريه هو عيد ليك انت كفنان نشأ مع الثوره، مظبوط؟ فالاحتفال بالنسبه لك ليه شكل مختلف بعد مرور عام من ظهور رامي عصام كمطرب للثوره. رامي حس ان هو حقق ايه، يعني على المستوى الشخصي كفنان وعلى المستوى الشخصي كمواطن مصري، شايف ان الثوره المصريه قدمت لك افاده بشكل مزدوج؟ كلمنا عنها. بص، انا ضد الاحتفال بالثوره، لكن بالنسبه لي انا كصفه كحاله شخصيه طبعا، انا يعني الثوره غيرت حياتي تماما، غيرت حياتي الفنيه. انا قبل الثوره ما كنتش معروف كفايه، ما كنتش اصلا بلاقي مكان اغني فيه، لما كنت بروح اغني الاغاني دي كان الناس كلها كانت بترفض ده بسبب النظام اللي كان موجود. فالثوره هي اللي تعتبر بجد ولدت رامي عصام بمعنى الكلمه في السنه دي، والثوار اللي صدقوني وقفوا جنبي هم اللي صنعوني، وانا مدين لهم طول حياتي باي حاجه تحصل لي في مستقبلي. ده بالنسبه للفن، ووصلت صوتي للعالم كله، العالم كله بره سمعني، وقدرت ان انا اسافر السويد اخد جايزه عالميه اسمها فري نيوز، وقدرت ان انا اروح جنوب افريقيا اخد جايزه اسمها فريدم تو كريت، الله يبارك فيك. واغنيه ارحل خدت اهم ثالث اغنيه في تاريخ البشريه في تصنيف في انجلترا. الحاجات دي كلها كان صعب قوي ان انا اوصل لها في سنين كتير لو ما كنتش وقفت في الثوره وغنيت. لكن بالنسبه للثوره
على الصعيد الإنساني في حياته. يوم 25 يناير 2012 بالنسبة لرامي عصام أكيد مختلف تماما. مختلف تماما. أولا أنا السنة دي حياتي بقى الشخصية كمان اتغيرت تماما. كل ميولي، كل أفكاري، اهتماماتي، بقى عندي مصر والبلد بقت هي أهم حاجة بالنسبة لي. الثورة بقت أهم حاجة، بقى نفسي أكمل ثورتي قبل أي شيء في حياتي. بدأت أحس بجد إن أنا ليا لازمة وليا قيمة. قبل كده ما كانش عندي كرامة، حتى لو النظام الموجود دلوقتي أو المجلس العسكري مش محقق لي الكرامة دي أو مش محقق لي الحرية، بس فكرة إن أنا عايش بحارب عشان قضية سامية زي دي وبحارب عشان حريتي وعشان كرامتي المصرية، دي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. فأنا بشكر الثورة في كل حاجة. رامي خليني أسألك عن ألبوماتك، أكيد خط تجارب احترافية أكثر، يعني في ألبوم مثلا جاي قريب نزل امبارح ألف مبروك، يعني ألف مبروك عيد ميلادك كفنان 25 يناير واحتفال، لا ده أنت النهاردة عريس بقى، الله أكبر عليك، يعني مبروك على الألبوم الجديد. كلمنا عن مشاركتك مع الشعراء، هل هم لسه فنانين شباب كشعراء ملحنين ولا اتعاملت مع ناس محترفين، يعني شركة الانتاج مبدئيا؟ بص انا شغلي بلحنه كله، لكن الشعر بحاول ان انا دايما اسمع كتير، مش شرط يكونوا فنانين كبار وشعراء زي احمد فؤاد نجم او الناس دي، بس انا كنت من البداية مشجع قوي فكرة ان انا ابدأ مع ناس بروح جديدة بطعم 2011. كنت عامل ده من 3 سنين قبل الثورة مع أمجد الأهواجي، أول واحد ابتدى معايا التجربة دي فعلا، وبدأت أكمل ده مع جلال البحيري ومع أبو زيد بيومي. أبو زيد بيومي مش صغير في السن، هو الشاعر اللي كتب طاطي طاطي، أغنية مهمة جدا بالنسبة لنا في الثورة. بس خدت برضو من الشعراء كبار زي محمد بهجت، خدت زي إيمان البكري، خدت منها قصيدة. فأنا ما عنديش حاجة معينة بختارها على أساس الشعر، أكتر من أنا لو سمعت كلمة محترمة وكويسة ليها هدف من حد صغير جدا حتى لو مش معروف، دي بالنسبة لي مش مقياس. أنا بسمع كلمة بحسها بقولها وبس. الألبوم كله أغاني ثورية ولا كله ثورية؟ كله أغاني ثورية، بس في حاجة، يعني أنت دلوقتي أنا شايف أن اتفرض عليك الأغاني الثورية، ولا أنت قبل الثورة أكيد كنت بتغني أغاني يعني عادية، أغاني شعرية رومانسية، لما جات الثورة كانت هي الفرصة. دلوقتي أنت اتفرض عليك أغاني ثورية، هل هتلاقي صعوبة في ان انت تتجه اتجاه الاغاني الرومانسية العادية، الاغاني الشعر العادي؟ يعني هشرح لك ده بالتفصيل اكتر. انا بقى من 3 سنين قبل الثورة كنت بدأت ابعد تدريجيا تماما عن الاغاني الرومانسية، عشان انا كنت بدأت انفر منها قوي، حتى لو كان ليا تجارب في البداية كده، بس من 3 سنين قبل الثورة كنت نهيت التجربة دي تماما من حياتي، بسبب ان انا ما كنتش بلاقي هدف او بلاقي رساله واضحه، ولازم الفنان يكون عنده رساله ويكون الكلام اللي بيقوله ده ليه معنى مش طالع وخلاص. دي حاجه. بس ده مش معنى كده ان الحب عيب او غلط ان احنا نغني له ابدا. اكيد في المستقبل هعمل كده، بس لما اجي اعمل كده هعمل كده بطريقه محترمه، يعني الاقي قصائد، الاقي لغه عربيه فصحى محترمه، لان يعني الكلام الفتره اللي فاتت كان متدني جدا. انا كنت قبل الثوره عندي اغاني اجتماعيه. ان ده هيحجمك شويه في الاغاني الوطنيه. هجيلك في النقطة دي في الآخر ورأيك صح، وهي مشكلة أنا إن شاء الله أخرج منها كويس. بس أنا بالنسبة لي كان عندي أغاني اجتماعية كتير جدا جدا قبل الثورة، بس يعني حفظتها الفترة دي، لأن أنا كان عندي رسالة دلوقتي لازم تكمل. كملت مبدئيا بألبوم منشورات اللي نزل امبارح، حطيت فيه 23 أغنية كلهم سياسيين، وصفت فيهم السنة كلها حصل فيها إيه. بس الأغاني الاجتماعية اللي كانت موجودة من قبل الثورة هبدأ أفرزها واحدة واحدة. الناس تبدأ تتعود ان رامي مش بيغني سياسة بس، مش بيغني للثورة وخلاص، وتدريجيا تدريجيا هيبدأ الاغاني عن العاطفة تبدأ تظهر، بس ان شاء الله تظهر بشكل محترم. وانا معاك ان هو مأزق فعلا، لان انا اتحطيت في قالب، بس ان شاء الله اكون ذكي في اختياراتي والناس تتقبلني في النوع التاني يعني. في النهاية بنشكر المشاهدين، وهنسيب رامي يقول لكل الشباب الثوريين وكل الشباب المصريين الموجودين في ميدان التحرير واللي موجودين في البيوت، تقول لهم يا رامي. هقول للناس اللي في الميدان واللي في الثوار، هقول لكل الناس الموجودة في الميدان ولكل الثوار الموجودين في شوارع مصر مؤمنين بالثورة، أنا فخور إن أنا بتحسب واحد منكم، أنا فخور إن أنا جاتني لحظة إن أنا أحاول أعبر عنكم بأي حاجة. انا عمري ما هبطل ابدا اعمل اللي انا فيه، وواثق ان انتوا هتكملوا معايا المشوار لاخره. ثوره 25 يناير هي اعظم حاجه حصلت للبشر، لازم نكون فخورين ان احنا عشنا حاجه زي دي، ولازم نعرف ان المشوار ما انتهاش،
وان حتى لو النهارده 25 يناير 2012 ما قدرناش ان احنا نحصل على كل مطالبنا اللي احنا نفسنا فيها على حريتنا الكامله ما نيأس، ونعرف ان المشوار لسه طويل. بالنسبه للناس اللي قاعده في البيت، مش عايز اطول عليهم، ممكن كلامي يكون تقيل عليهم شويه، بس انا بس عايز اطلب منهم طلب. فكروا، شغلوا مخكم بجد، ما تختاروش السهل وخلاص. اتاكدوا ان احنا بجد مش بلطجيه، ان احنا مش ممولين، احنا مش وحشين، احنا نزلنا الشارع عشان نجيب لكم حريتكم. حتى لو انتم مش هتقدروا تنزلوا معانا، بس ما تحاربوناش، احنا ما نستاهلش ده. في مصابين، في شهداء يستاهلوا كتير قوي ان احنا نضحي زي ما هم ضحوا. ما عنديش كلام تاني اقوله، بس بجد صدقوا ان احنا كويسين، وصدقوا ان 25 يناير هي الصح. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي، ولما حميها يكون حراميها، وبلاد ورا ظهره رميها، طالع نازل واكل فيها، مسنود بالبدله الظباطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي، ولما المجلس يبقى حميها، وبلاد ورا ظهره رميها، طالع نازل واكل فيها، مسنود بالبدله الظباطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي.